أصابعك لا تستهين فيهم في قتال الشوارع، راح تتعلموا مدى قوتهم في هذا الفيديو. حتى لو كنت بنت أو رجل ضعيف أو أصابعك حتى ضعيفة، راح نعطيك مفاتيح سريعة وقوية ومؤثرة جدا في قتال الشوارع. لايك والاشتراك في القناة ويلا بينا. وصار شعارك ربي رضاك. السلام عليكم. السلام عليكم. في قتال الشوارع ممكن أصابعي أستخدمهم بفعالية عالية وقوة عالية، أغلب الناس عنده نظرة أنه الأصبع ضعيف ممكن ما يأثر، يعني بس أشوف أنه بنطعج معه بسرعة. في مناطق معينة ممكن أوصلها في أصابعي أأثر بخصمي بشكل كبير، حتى لو كنت إنسان ضعيف أو مثلا بنت مثلا ما عندي قوة، فهاي الحركات راح تفيدك كثير. طبعا راح نعطيكم اياه، احنا الالم الاول نستغله هو مفتاح الحركه اللي راح يخليني استكمل على خصمي، تمام؟ اذا الالم الاول والتشنج اللي حيصيبه من بسبب اثر الحركه راح يفتح لي المجال كامل اني اكمل عليه، سواء اضربه او ارميه او الى اخره. الان مثلا في قتال شوارع انا ممكن استخدم حركات معينه، مثلا اجاني مسكني من هون، شوف مسكه واحده حتخليه يتشنج، مسكت مثلا من هون واحد، تمام؟ مرة ثانية مسكني كابتن هون عشان توضح أكثر. شوف الآن هون الكابتن، هاي هون أنا ضغطت بهذا الشكل، شوف هاي الأذن هون بهذا الشكل مسكت وضغطت هون وللداخل، تمام؟ مجرد ما دخلت شوف مباشرة بتشنج، قاعد بشد جسمه كامل ومنها ببتدي الحركة. أما لو ضغطه قوي شوية كان اللي حصل. شايف بهذا الشكل مكشوف من هون، واحد ضغطت شوف بهذا الشكل، الآن تشنج جسمه، أنا مسكت هون تشنج أعطاني المفتاح الأول للضربة، يعني عملت الألم جرعة الألم مباشرة تشنج جسمه، كشف كل نقاط الضعف، نقاط الضعف بوسط الإنسان، أوكي؟ ضغطت أنا هاي أول حركة. إذا أنا وين ضغطت؟ شوف شفت الأذن هون المنطقة هاي، حطيت أصابعي من هون مسكت وضغطت بهذا الشكل، بهذا الشكل وضغطت، أوكي؟ شوف بهذا الشكل وضغطت، هاي أول مكان استخدمت. في الحركة الثانية أو المكان الثاني، لو واحد مثلا مسكني من هون أو خنقني من هون بهذا الشكل، الأغلب بيحط إيده زي هيك، تمام؟ أنا ما راح أسوي هاي، أنا من هون شوف الحنجرة بضغط، حاصر كأني بقتلع الحنجرة من مكانها. لا مثلا مسكني مسكت من هون واحد ضغطت، شوف هاي شوف بدل عنده الألم، أنا مثلا من هون مجرد بداية الألم اللي صار عنده انشغل هو فوق في الألم، طلعت بركبتي ضربت أسفل الحزام. أوف. أيوة تمام. فإيش أنا سويت؟ بس من هون هاي وضغطت هيك، سوري واحد وضغط، تمام؟ هاي خلصنا هاي الحركة. طيب الحركة الثالثة اللي ممكن كمان استخدمها، المنطقة اللي هون شوف هاي الفراغ اللي هون، شوف هاي تفاحة آدم ننزل بخط مستقيم هون، تمام؟ لو مثلا مسكني بهذا الشكل مسكت من هون، شوف أصابعي ثابتة هون، أوكي؟ حطيت هون وضغطت للداخل، شوف مباشرة اختل توازنه سبن عنه مش برضاه، يعني أيوة تشنت جسمه مش راح يقدر يركز. مسكني شوف واحد، مجرد ما ضغطت انا هون شوف واحد بنزله في الارض، شوف كيف بكل سهوله انا ايش سويت؟ خلي كابتن شوف، واحد ايدي ثابته هون، بس عشان تفهم ايدي ثابته هون، اثنين اصبعي للداخل، الان انا مثبت جسمه، واحد ضغطت ولفيت، شوف لفيت بجسمه كامل رميته عندي هيك، اوكي؟ طيب نفسها طبعا بكل سهوله ممكن استخدم الركبه، هاي اسهل مفتاح لك مثلا نحكي ما بتعرف تمارس اي رياضه قتاليه او مثلا ما عندك خلفيه كبيره. طيب اذا صار عندنا بالجنب من هون، صار عندي من هون، تمام؟ صار عندي هون. طيب حاعطيكم كمان اضافه بسيطه، شوف المنطقه هاي من هون مثلا مسكني مثلا ملزق فيه مثلا كثير بهذا الشكل، ماسكني بعصر بجسمي، شوف من هون واحد هوب، شو سويت؟ بس من هون واحد وضغطت، انا مسكت من هون شوف ضغطت للاعلى، شوف جسمه ووب هوب مثلا، وهون حطيت رجلي ورا هوب رميته مثلا على سبيل المثال، يعني انا هون واحد هوب حطيت رجلي هوب رميت الى اخره، تمام؟ انا بهمني بالحركات هاي كلها المفتاح الاول، المفتاح الاول الضغطه الاولى اللي هي بدايه الألم اللي بيصير عنده. طبعا في حركات غيرها لا بنقدر نستخدم الأصابع فيها، بس مش راح نعرضها في هذا الفيديو، في فيديو ثاني عشان ما نطول عليكم المسافة ونكثر عليكم الأفكار ونضيعكم. أكيد يا كابتن فهد، لايك واشتراك في القناة، صلوا على الحبيب، وإحنا شو بنقدر العنف أو بنقدر العنف. السلام عليكم. السلام عليكم.